نص الخريطة من شدة حرصه عليها، وقع نقطة مي ومحت المنطقة المأهولة من الخريطة. واحد من الأسئلة كان كيف نرسم هاي الخريطة؟ كأنه عم نرسم خارطة لحق العودة، خارطة العودة للأجيال القادمة. بسأل ناس كبار يعني وين بيتك، بقول لي هون، بحط إيده على الخريطة. يعني عم بكون جزء من عمل عم بوثق شيء لمستقبل كتير بعيد. بتقدموها للشعب الفلسطيني أينما كان، بيقروا التاريخ والتاريخ لا يرحمهم. إحنا لنا حق، وهذا الحق موجود أرضه.